المهنه ديالي شايفور ديال الطاكسي قديم من ايام 85 وانا تندير الطاكسي، وكل واحد كيعرفني واللي غادي شافني غادي يعرفني واش هذا الكلام ديالي صحيح ولا ماشي صحيح. هذا السيد خرجنا تنمثلوه، انا جبرناه فيه الخير، هذا السي حميد فيه الخير وخدم معنا ماشي سنه ولا سنتين، فوق ثلاثه سنوات واربعه سنوات هو خدام معنا، انا جبرنا فيه الخير وبغينا نمثلوه وقررنا نتعاونوا معاه باش يدير ايده في يدنا ويتعاون معنا ويبين حقنا ونبينوا حقه باذن الله تبارك وتعالى. نهار 8 شو تندير؟ غادي نصوتوا على العود، ولوحوا معنا العود الله يكثر خيركم، راه فيه الخير، راه العود فيه الخير، الله يرحم الوالدين والله يثبت اجرنا واجركم عند الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا جايين باش ندعموا الاخ ديالنا رشيد حميد لانه رجل مثالي ورجل نموذجي، شلنا فيه الخير وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى. قال الاخوان صوتوا على رمز الحصان العود. وبالنسبه لحميد رشيد راه ما كانش باغي يترشح، ولكن رغمنا عليه باش يترشح باش يمثل هذه الشريحه ديال السائقين المهنيين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تقول على اليد ديالو ان بزاف ديال المشاكل تحل على اليد ديالو ان شاء الله. احنا غادي نقوموا بواحد الحمله مع الاخ ديالنا، احنا كمهنيين الطاكسي الحمد لله عمرها ما كانت عندنا في التاريخ، ولله الحمد لقينا الصديق ديالنا هو رشيد حميد، دخلنا لهذا الميدان ديال الانتخابات وهو اللي في هذا المكان المناسب اللي هو غادي يمثلنا في ان شاء الله في هذه الجماعه ديال مدينه الصاط. الحمد لله احنا كمهنيين احنا اللي زيدنا هذا رشيد حميد، احنا بغينا تغيير، احنا عمرها ما كانت عندنا في التاريخ، والحمد لله من الان غادي يكون تغيير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يكون تغيير ان شاء الله، احنا عمرنا ما شلنا هذا الانسان كفء، كنشوفوا هذا الانسان ديال حميد رشيد كفء في هذا الميدان. من هذا المنبر كنناشدوا جميع المهنيين والسائقين والمواطنين باش يصوتوا على هذا الحزب، هو حزب الاتحاد السوري ان شاء الله الرحمن الرحيم. نهار 8 ما تنساوش التصويت على الاتحاد السوري.